الكانوي بصفة خاصة والتجديف بشكل عام بيتهيألي مش يعني مش دايما بتلاقي فتيات كتير لما يقرروا ان هم يمارسوا رياضة معينة غالبا ما بيختاروش النوع ده من الرياضات، فانت ايه قصتك مع الكانوي؟ انا ابتديت الاول تجديف، لعبت تجديف من وانا عندي 11 سنه. وقتها زي ما قلت لحضرتك كانوا الاثنين نفس الاتحاد. بعد كده ابتدى يبقى فيه اهتمام بلعبه الكانوي في 2009، فكنت من اول البنات اللي دخلوها، عجبتني، حسيت ان هي فيها مغامره اكتر. خلينا في التجديف الاول، اصلا ايه اللي وجهك ليها؟ بابا يعني معظم الفتيات بيروحوا لرياضات شويه مختلفه او بعيده عن اللي انت اخترتيها. بابا الله يرحمه كان بيلعب تجديف، فهو اللي دخلني انا واخواتي، واخواتي حكام برضو، اختي حكم دولي في الكانوي واخويا حكم ممتازه. ده العيله مسيطره. العيله مش سهله. بس فالحمد لله طبعا عجبتني جدا التجديف، حسيت ان لعبه مختلفه في مكان مفتوح، بننزل في النيل الصبح بدري، بعد الفجر بنبتدي تمريننا، حسيت ان فيها مغامره، حسيت ان فيها تحدي، حسيت ان انا فعلا كلاعبة تجديف ده انا يعني نفعني كتير في شغلي بعد كده قدام، ان يبقى فيه مصابره وان انت عايز دايما توصل للمركز الاول، لان دايما بنعتبر بالنسبه لنا التاني خسران، يعني دايما كلنا عايزين الميداليه الذهب. فحسيت ان عجبتني جدا وحسيت ان هي جزء من حياتي، لان انا قعدت لغايه ما اتخرجت 2011 لغايه بطوله الجامعات في التجديف وانا بلعب تجديف. فكانت عجباني جدا الكانوي، كنت من اول البنات اللي ابتدت تلعب كانوي. بعد كده لما طلبوا حكام فابتدوا يدوروا على اللعيبه اللي كانت بتلعب اصلا، فابتديت من حكم درجه ثالثه لغايه وصلت امتحان القاري ونجحت الحمد لله، والدولي في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب. لغايه ما وصلتي لبطوله كاس العالم. دي كانت حاجه، دي كانت حلم بصراحه. اكيد.